سأضع بين أيديكم بعضا مما جاء في التسجيل الصوتي المسرب، وسأنقل لكم ليس من المقاطع الستة، سأنقل لكم من التسجيل الكامل، وسأشخص لكم مواطن بداية هذا الكلام ونهايته بالدقائق والثواني. سأنقل لكم ثلاثة مقاطع، هذه المقاطع الثلاثة يدور مضمونها حول الحرب الأهلية الشيعية في العراق التي يخطط لها حزب الدعوة عبر أمينه العام نوري المالكي. المقطع الأول الذي سأعرضه عليكم يبدأ من الدقيقة 14:26 من التسجيل الكامل، لا أتحدث عن المقاطع الستة وإنما أتحدث عن التسجيل الكامل. فهذا المقطع يبدأ من الدقيقة 14:26 وينتهي عند الدقيقة 15:36. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع. بعض الكلام مع السياسة وما سياسة ميت زين، لكن ما نتركه. لا شو مشتوى السياسة؟ نعم، اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كون نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة. اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويضربوا الآخرين. هذه كلها مخطط. مقتدى الصدري يصير يحكم، إذا حكم في خليفة. هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجلهم إدانهم، وهذا وزير المالية أسوي له شو الحكي؟ والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدر يقول له أنا خبير بهم، أنا قاتلتهم بالبصرة وبكربلاء وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء. والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت، طيارة واحدة هليكوبتر مسلحة ما عندي ولا أسلحتنا موجودة أصلا، الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت رجاء أعيد بث هذا المقطع كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. بعض الكلام مع السياسة ومع السياسة ميت زين، لكن ما نتركه. لا شو مشتوى السياسة؟ نعم، اليوم الشيعة يكون موقف يدافعون عن أنفسهم ومستقبلهم ومذهبهم وديانتهم. تمام. يقولون كون نخليهم 1%، مسعود البرزاني احتضن السنة وصار مرجعهم حتى يضربون الشيعة. اتفقوا على أن يخترقون الواقع الشيعي، يأخذوا مقتدى ويضربوا الآخرين. هذه كلها مخطط. مقتدى الصدر يصير يحكم، إذا حكم في خليفة. هسه هو الآن مو حاكم، وهذول الوزراء أجلهم إدانهم، وهذا وزير المالية أسوي له شو الحكي؟ والقتال. لكن مقتدى الصدر الآن تيار الصدر يقول له أنا خبير بهم، أنا قاتلتهم بالبصرة وبكربلاء وبغداد ذاك الوقت اللي كانوا وهم جبناء. والله ما عندي طيارة واحدة بالبصرة من رحت، طيارة واحدة هليكوبتر مسلحة ما ولا أسلحتنا موجودة أصلا، الشرطة كل اثنين بندقية وكسرناهم وهزمناهم. وذاك الوقت أعرض لكم مقطعا آخر بحسب التسجيل الكامل، يبدأ من الدقيقة 18:32 وينتهي عند الدقيقة 21:31. رجاء دققوا النظر في هذا المقطع. وانا حاشد يا جماعه، ترى القضيه قضيه قتال، مقتدى الصدر جاي يذبح ويصمخ مثل ما هو يحكي زين،
الجيش والشرطة لا اعتماد عليه، نعم، ما راح يسوون أي شيء، يحتاج إلى سلاح. قلت تساعدني ألبس أوكار، لا حجي إحنا الجيش والشرطة. قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا نفس النفس عافية، ولكن أنت ساعدنا بغطاء وكذا، فالشيء باقي علي. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد يستهدفه أنا، لأن أنا بهدلت أحواله، والعراق والتشيع ما أخلي يبيد مقتدى الصدر، إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله أهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد، عنده 3 خصال سيئة، يريد دم، يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس طرح البلد كله، ويريد يصير أنا ربكم الأعلى. إيه فراغ؟ أنا الإمام المهدي، جماعة اللي يقول لي إيه مش يقولوا لي إيه فراغ؟ فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، أنا جاي أشتغل عليه. وإحنا مخدمتك. الناس هم حسوا وعرفوا ويسألوني. بس اول عشيره كان يوم الصبح، اول عشيره بني مالك راح يسوون مؤتمر ان شاء الله، نعم، بالبغداد وبالبصره، ويعلمون اللي من ايده ويتحرش بالفلان، احنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما له غيره. هذا باسم خشاب. ايه باسم خشاب وسووا منه. ولذلك انا اتمنى ايضا على امه الاخيار ان يكونوا مستعدين. استعد واحنا حاضرين، واذا تريد اذا تريد دزلنا الافاق واحنا نعلن رسمي بالتلفزيون قدام الملك. قضية مولدة. تريد تفضل تفضل حجي تفضل. حجي تريد سريا؟ القضية مو اعلان، القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير غطاء. احنا نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لك غطاء رسمي. هو هذا الموضوع. لا مال ورواتب وغيرها، بس غطاء رسمي. اسم الحشد، وانا يائس من الحشد لانه امة الجبناء الان اسالهم عن الحشد. ما تريد الحشد. حشد ولكن لازم نفكر الها في غطاء، وغطاء اخر لحركة العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها احد، الا اذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. اذا اسقطنا مشروع هون نجا العراق، واذا ما اسقطنا العراق نكل في الدائرة الحمراء. رجاء أعيد بث هذا المقطع أيضا كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. وأنا حاشد يا جماعة، ترى القضية قضية قتال، مقتدى صدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي. زين. الجيش والشرطة لا اعتماد عليه. نعم. ما راح يسوون أي شيء. يحتاج إلى سلاح. قلت تساعدني ألبس أوكار، لا حجي إحنا الجيش والشرطة. قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا نفس النفس عافية، ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا، فالشيء باقي علي. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد يستهدفه أنا، لأن أنا بهدلت أحواله، والعراق والتشيع ما أخلي يبيد مقتدى الصدر، إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله أهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد، عنده 3 خصال سيئة، يريد دم، يقول ما يريد دم وهو جبان، ويريد فلوس طرح البلد كله، ويريد يصير انا ربكم الاعلى. ايه فراغ؟ انا الامام المهدي، جماعة اللي يقول لي انت مهدي. مش يقولوا لي ايه فراغ؟ فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، انا جاي اشتغل عليه. واحنا مخدمتك. الناس هم حسوا وعرفوا ويسالوني. بس اول عشيرة كان يوم الصبح، اول عشيرة بني مالك راح يسوون مؤتمر. ان شاء الله، نعم. بالبغداد وبالبصرة، ويعلمون اللي من ايده ويتحرش بالفلان، احنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما له غيره. هذا باسم خشاب. ايه باسم خشاب وسووا منه.
فلذلك أنا أتمنى أيضا على أمة الأخيار أن يكونوا مستعدين. استعد وإحنا حاضرين. وإذا تريد إذا تريد دزلنا دزلنا الآفاق وإحنا نعلن رسمي بالتلفزيون قدام الملك. قضية مهمة. تريد تفضل تفضل حجي تفضل. حجي تريد سريا. القضية مو إعلان. القضية استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير لقاء. نحن نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لك قطاع رسمي. هو هذا الموضوع. لا ما يبغى رواتب وغيرها بس قطاع رسمي يكون يسأل لنا. اسم الحشد وانا يائس من الحشد لانه امة الجبناء الان يسألون عن الحشد. ما في الحشد. حشد ولكن لازم نفكر لها في غطاء. وغطاء اخر لحركة العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها احد الا اذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. اذا اسقطنا مشروع هون نجا العراق، واذا ما اسقطنا العراق نفل في الدائرة الحمراء كلها دمر. المقطع الثالث وبحسب التسجيل الكامل يبدأ من الدقيقة 22:14 وينتهي بالدقيقة 22:44. المقطع قصير، البداية من 22:14 والنهاية 22:44. رجاء اعرضوا لنا المقطع. القضية أخذ مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لا سووها مالكي. مالكي هسه أنا أدير وجه واحد، أنا أتحصل ببني مالك وأجيب لفت ألف ألفين مقاتل من عندهم مش حد اللي وصلت. أكو مشروع يكون نسقطه، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون نواجهه مثل ما الآن نصدقه ونصدقه بالعمل العسكري. رجاء أعيد بث المقطع كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمونه. القضية أخذ مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لا سووها مالكي. مالكي هسه أنا أدير وجه واحد، أنا أتحصن ببني مالك وأجيب لفت ألف ألفين مقاتل من عندهم مش حد اللي وصلت. أكو مشروع يكون نسقطه، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون نواجهه مثل ما الآن نصدقه ونصدقه بالعمل العسكري. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، لكنني أقول إذا كان المشروع مشروعا بريطانيا بهذه السعة وبهذه القوة، أدري أنت أجيب لك ألف ألفين من بني مالك، المارينز الأمريكي شنو هم؟ تواجه المشروع البريطاني بألف وألفين من بني مالك، أي منطق هذا؟ وهل هذا منطق شخص يريد أن يكون رئيس وزراء؟ أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك لأن الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، لكنني أقول هذا هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وهذا عزة الشابندر وهو شقيق غالب الشابندر ومن كوادر حزب الدعوة وكان مقربا من المالكي. هو يحدثنا عن تجربته وعن خبرته مع حزب الدعوة الإسلامية. حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة تافهة تعبانة، لا عندها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.